طيب احنا برضو فكرة المنتخب واختيار الاربع لاعبين محترفين سواء بقى صلاح وكوكا وتريزيجيه ومحمدي، احنا بنتكلم على استبعاد واحد زي النني، واحد من الناس اللي بقالهم فترة مسلم ما استبعدش من القائمة خالص بالنسبة للمنتخب مصر. يمكن انا قلت ان كابتن حسام غير مقتنع بالنني ومقتنع بوجود سولية في بجانب طارق حامد، وجهة نظرك في الجزئية دي كابتن مسلم؟ بص يا فاروق، هو كل مدير فني ليه الشكل بتاعه والادوات بتاعته اللي هو بيعتمد عليها. احنا جينا حتى فتره راجل اجيري ما كان شغال، كان حتى النني ما بيشاركش بصفه اساسيه، وكان بيجيبه كان مقتنع، ممكن مقتنع بالشكل بتاعه او بالدور اللي بيقوم بيه. كابتن حسام ممكن شايف الدوري المصري دلوقتي شايف فيه لعيبه في المكان دوت تقدر تمشي بشكل كبير، يعني عندك السوليه بيقدر يشتغل كويس، عندك بتاع بيراميدز راجل شغال نفس الموضوع بشكل مميز، عندك طارق حامد، عندك لعيبه كتير تقدر تقوم بالدور دوت. فانا شايف اكتر واحد يقدر يحكم في الموضوع دوت المدير الفني كابتن حسام بدري. شايف الادوات عنده ممكن الفتره دي مش محتاجه النني، ممكن دوره جاي بعد كده، فهو ادرى واحد باللعيبه الموجوده دي. خلي بالك الناس كلها معلش اختلاف، هو بس الاختلاف اللي كله بيتكلم في الشكل العام بيتكلم على كوكا، انت فاهم، في راس حربه، في اتجاه راس حربه، عشان عندنا نقص كبير في راس حربه، في ناس مش مقتنعه نوعا ما او جماهيريه مش ممكن يبقى مين من القائمه المحليه لراس حربه مع كوكا؟ خلي بالك في ناس. قول لي اسم. اقول لك انا اسم احمد ياسر رياني، ايه المشكله؟ ايه؟ احمد ياسر رياني اشتغل بشكل كويس في الحته دي. من لما احمد ياسر مصطفى، مصطفى محمد نفس الكلام. لا ما هو مصطفى اساسي طبعا، ما مصطفى ما هو عليه. انا بقول لي اسم انا اتنين، احمد ياسر ريان ومصطفى محمد، خلي بالك يقوموا بشكل كويس جدا في النقطه ديت، يقدروا يحلوا بشكل كبير. فانا بقول لك كل واحد عارف الادوات واللعيبه اللي يقدر يعتمد عليها او بتعمل له الشكل العام اللي هو مستنيه. وخلي بالك كابتن حسام جاي بعد فتره ما فيهاش رضا من الناس كلها او من الشعب المصري كله، فبالنوع ما والنتائج اول نتيجتين معاه ما خلوش بشكل مميز، ما خلوش من الناس مستنظره الشكل ده. احنا منتظرين بقى ان شاء الله. اكيد طبعا نتمنى له التوفيق، واذا احنا بنتكلم بس هو طلب تأجيل.